أنا اسمي ماريا حداد وأنا أسست بيت ستي ب 2010. الفكرة منها كانت فكرة تعليم طبخ من بيت ستي. بيت ستي هو بجبل الويبدة وهو بالحقيقة كان البيت اللي كانت تسكن فيه جدتي يعني، وبلشنا أنا وأخواتي ب 2010 عشان نقدر نخلي ذكرى ستي يضلوا محي وعشان نعلم الناس عن الأكل العربي وعن الطبخ. هلأ اللي منسويه ببيت ستي هو إنه منجيب ستات حجات يجوا يعلموا الحصص. الفكرة منها هي إنه هدول الستات بيحسوا إنه هم ما عندهم إشي يقدروا يقدموه للمجتمع. المستفيدين من بيت ستي هم الستات اللي بيجوا بيعطوا الحصص، الستات اللي بيعملوا البهارات، وأكتر ناس مستفيدين هم الناس اللي جايين يتعلموا عن الأكل العربي وجايين يتعلموا الطبخ، وكمان ياخذوا من البهارات الموجودة بيتية الموجودة عندنا، يعني الهوم ميد المعمولة بيتية. فإحنا اللي بنعمله ببيت ستي إنه عم نشتغل مع ستات يعملوا لنا مثلا سماء بيتي، زعتر بيتي، إنه نقدر نبيعه ومنها نخلي كمان البهارات الأردنية أو العربية ماشية.